بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 81 بعد 100 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. باب التحذير من ارتكاب ما نهى الله عز وجل عنه. باب التحذير من ارتكاب ما نهى الله عز وجل عنه أو رسوله، أو نهى رسوله صلى الله عليه وسلم عنه. قال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال تعالى: ويحذركم الله نفسه. وقال: إن بطش ربك لشديد. وقال تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ثم قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يغار، وغيرة الله أن يأتي المرء ما حرم الله عز وجل عليه. الحديث متفق عليه. إذن عقد الإمام النووي رحمه الله هذا الباب لبيان مدى تحذير الله عز وجل عباده من ارتكاب ما نهى الله عز وجل عنه أو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينهى عن شيء إلا لأن الله أمره أن ينهى الناس عن ذلك الشيء. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يأمرنا به وفيما ينهانا عنه مبلغ عن الله عز وجل، فإذا نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء فبسم الله ينهانا. لذلك لا فرق بين خطورة من يرتكب شيئا نهى الله عز وجل عنه في القرآن، وخطورة من يرتكب شيئا نهى الله عز وجل عنه عن طريق رسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. افتتح الإمام النووي كعادته الباب بطائفة من آي الكتاب المبين التي تتعلق بموضوع الباب، وهو التحذير من ارتكاب ما نهى الله عز وجل عنه. ينبغي هنا أن نلفت النظر إلى قاعدة علمية لا مفر منها، يجب أن نعلمها. ما نهى الله عز وجل عنه يأتي بإحدى طريقتين: الطريقة الأولى النهي المباشر، كأن يقول لنا الله عز وجل: لا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، لا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. هذا نهي عن الشيء بلفظ صريح باستعمال كلمة لا، لا تفعلوا كذا. هذه هي الطريقة الأولى. الطريقة الثانية
أن يأمرنا الله عز وجل أو رسوله بشيء فنرتكب نقيضة. عندما نرتكب نقيض ما أمرنا الله به ماذا نكون قد فعلنا؟ ارتكبنا المنهج. كأن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعلمنا آداب الطعام: كل بيمينك. هذا الأمر الصادر من رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في الوقت ذاته نهي عن نقيضه، أليس كذلك؟ إذا قال لك كل بيمينك فكأنه قال بشكل غير مباشر: لا تأكل بشمالك. واضح كيف؟ إذا قال سمي الله وكل، هذا أمر، لكن هذا الأمر يتضمن في الوقت ذاته نهيا عن نقيضه بشكل غير مباشر. يعني إذا قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم سمي الله وكل، وبدأت آكل بدون أن أسمي الله، فماذا صنعت؟ ارتكبت منهيا عنه. لأن النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال لي سمي الله كأنه قال لي لا تترك التسمية بالله عند الأكل. عندما قال كل بيمينك صحيح هو صيغة أمر، لكنه يتضمن نهي، كأنه يقول لا تأكل بشمالك. نعم. فمن تلقى أمرا من الله أو رسوله وفعل نقيضه فقد ارتكب المنهي عنه. أقيموا الصلاة أمر، زيد من الناس أعرض عن هذا الأمر ولم يصلي، ماذا صنع؟ ارتكب منهيا عنه. بجزء واحد يقول وين النهي؟ ما في نهي، في أمر هنا أقيم الصلاة. نعم، لكن الأمر بالشيء نهي عن نقيضه. نحفظ هذه القاعدة، يعني نهي عن ترك الصلاة. إيتاء الزكاة، آتوا الزكاة، أمر بإيتاء الزكاة. عدم إيتاء الزكاة شيء منهي عنه، لأن الأمر بالشيء نهي عن نقيضه. لذلك تلاحظون أن الإمام النووي افتتح هذا الباب بآيات من القرآن. أول آية ما هي؟ قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. جعل الإمام النووي مخالفة الإنسان لأمر الله ارتكابا للنهي. نعم، لأن ربنا يحذرنا من أن نقرأ أمرا خاطبنا الله عز وجل به فننفذ نقيضه. إذا فعلنا نقيضه نكون قد ارتكبنا شيئا منهيا عنه، وذلك بمخالفتنا لأمر الله عز وجل. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إذن نهي الله عز وجل لنا عن شيء يأتي بأحد أسلوبين أو طريقين. الطريق الأول النهي المباشر باستعمال كلمة لا، لا تقربوا مال اليتيم، لا تفعلوا كذا. نعم. الطريقة الثانية أو الأسلوب الثاني بأن يأمرنا الله عز وجل بالشيء فيتضمن الأمر بهذا الشيء النهي عن نقيضه، فإذا ارتكبنا نقيضه نكون قد خالفنا أمر الله، أي ارتكبنا منهيا عنه. لأن الله عندما يأمرنا بشيء ينهانا عن نقيضه، ينهانا عن نقيضه. طيب، هل هنالك نوع ثاني من النهي؟ نوع ثالث، يعني الترك مثلا. ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يفعله، هل نقول الترك أيضا أسلوب ثالث من أساليب النهي؟ لا، اتفق
علماء الشريعة الإسلامية أن ترك المصطفى صلى الله عليه وسلم لفعل من الأفعال لا يعد بمثابة النهي عنه، فهو ليس أسلوبا ثالثا من أساليب النهي أبدا. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لم يصح عنه أنه صلى في قيام الليل، في قيام الليل العادي يعني، أكثر من 11 ركعة مثلا، أو ربما 13 إن قلنا، يعني ما صلى النبي عليه الصلاة والسلام 30 ركعة في ليلة من الليالي، ما صلى النبي عليه الصلاة والسلام 50 ركعة في ليلة من الليالي. هل لنا أن نقول إذن لا يجوز لنا أن نصلي في الليل 40 ركعة لأن النبي ترك ذلك؟ هل يجوز هذا؟ لا، لأن الترك ليس دليل النهي، مجرد ترك النبي صلى الله عليه وسلم لشيء ليس دليل النهي. طيب، واحد جباله أنه يصوم يوم الأربعاء، يصوم الأربعاء، طيب النبي عليه الصلاة والسلام ما أفرد يوم الأربعاء بالصوم، بيجي واحد بيقول لك النبي ليش صام يوم الأربعاء؟ بنقول لا، ما صام يوم الأربعاء، ما يعني ما تقصد إلى صوم يوم الأربعاء. بيقول إذا ما دام النبي ترك صوم يوم الأربعاء وما تقصد صومه لكان ما بيجوز لك تصومه. بنقول غلط، كلامك غلط، لأن الترك ليس دليلا على النهي، لكن إذا كان الترك مشفوعا بالنهي، مثلا إفراد يوم الجمعة بالصوم، هذا دليلنا مترك، دليلنا إلى جانب ذلك في النهي. طيب، جماعة يجلسون في وقت معين في النهار في الليل أي وقت يختارونه، يتجالسون في وقت ما على ذكر الله عز وجل، مثلا وقت الشروق، مثلا وقت السحر، جامع من الجوامع بيكون مفتوح، متفقين انه قبل الفجر بساعة بيجوا بيرورد السحر مثلا. يجي واحد بيقول النبي عليه الصلاة والسلام ما دعا اصحابه وجالسهم في هذا الوقت قبل الفجر بساعة ليقرأوا هذه الاوراد، اذا هذا غير جائز. ماذا نقول له؟ نحفظ القاعدة، ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمر من الأمور مجرد الترك بدون النهي ليس دليلا على الحرمة ولا على الكراهة. واضح كيف؟ فما بالك إذا كان هذا الفعل داخل في عموم أمر الله، مثلا الصلاة، الصلاة خير مشروع يقول النبي عليه الصلاة والسلام، طيب من الأصل مطلوبة، ذكر، ذكر الله جل جلاله خير مشروع، نعم. قال بس النبي ما عمل هالعمل هذا بهالوقت، ماذا نقول؟ قاعدة مهمة هي تقطع دابر كثير من المجادلات التي يستثيرها جهال يستكبرون عن مجالس العلم لا يريدون أن يتعلموا. تستطيع أن تقطع دابر هذا الجدل بهذا الذي أقوله لك، قل هل مجرد ترك المصطفى صلى الله عليه وسلم لأمر من الأمور دليل على النهي؟ لا أبدا. إذا قال نعم له أين الدليل على هذا؟ وإذا بدأ يقول لا، ترك النبي عليه الصلاة والسلام لفعل من الأفعال لم يفعله في حياته قط دليل على النهي، إذن سيوقعك ويوقع الدنيا كلها في حرج لا مفر منه. واضح كيف؟ ساعتها لازم بقى كل شغلة بدي افعلها اعرف النبي فعلها ولا ما فعلها، بجوز ما فعلها لازم ارتكبها، اي شغلة
ودعا إليها قبل كل شيء. تعال نشوف النبي فعلها ولا لا، إذا ما عرفت ما لازم أعملها. وبعدين النبي فعلها، كيف فعلها؟ كما لازم أعرف كيف فعلها، لأنني ربما أفعل هذا الشيء بكيفية ما فعلها رسول الله، فعلها بطريقة تانية. ما لازم أعمل؟ وضع أمامي قطف من العنب. طيب يقول إيه أكل النبي عنب؟ قال لا أكل. إيه خلص لكان بسم الله منأكل. كيف أكل؟ لازم أعرف أنه أتل أكل هكذا، ولا كان يقطف الحبة ويضعها في فمه ثم يقطف الثانية ويضعها في فمه. ما إجانا علم، إذا ما بقدر أكل لا تعرف، لأنه احتمال أن أكل العنب بطريقة لم يأكلها النبي عليه الصلاة والسلام، والترك دليل النهي عند هذول الجماعة. فإذا كان الترك دليل النهي، ما لازم بقى أتصرف تصرف معين حتى أعلم كيف تصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. أطعم كثيرا نأكلها، ماذا قال رسول الله؟ أبدا. فإذا قلنا ترك المصطفى لشيء ما دليل على حرمته وعلى أننا منهيون عنه، كل المآكل الجديدة المآكل لازم ما نأكلها، أليس كذلك؟ طيب هذه الأبنية التي نسكنها، طيب إذا كان الترك دليلا على النهي ينبغي ألا نسكن هذه الأبنية التي نسكنها، لأن النبي تركها ما سكنها. الصناعات المتطورة، أنواع التجارات التي ظهرت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنواع الألبسة التي ظهرت بعد حياة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، طيب كلها أمور تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قلنا إن ترك المصطفى صلى الله عليه وسلم لفعل ما دليل على حرمته، إذن ينبغي أن نبتعد عن كل هذه الأمور. والذين يقولون هذا الكلام هم يسبحون في بحر من هذه الأشياء. هل لمس هذا لم يفعله رسول الله؟ دار التي تسكنها لم يسكن في مثلها رسول الله؟ نوع الطعام اللي عم تأكله ما أكله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما أكل رسول الله على خوان قط، يعني مائدة مرتفعة مثل ما بنقعد نحن على كراسي بناكل، أبدا ما أكل. طيب وهذا ثبت، فهل أكلنا على هذا الخوان محرم؟ لا، لأن الترك، احفظوا، الترك ليس دليلا على النهي. طيب عم نأكل بالملعقة، ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم بالملعقة، كان يأكل بيده. طيب إذن نحن نمارس عملا تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن هذا محرم الأكل بالملعقة لكان. طيب الأمثلة كثيرة جدا جدا. إذن مسألة علمية أيها الإخوة ينبغي أن نتبينها، لأنه في ناس جهال، الجاهل جهله مو مشكلة ما دام أنه يعلم أن الجهل ينبغي أن يكافح بالعلم، مو مشكلة، بيتعلم بيزول الجهل. لكن متى يكون الجهل آفة؟ عندما يتخذ الإنسان من جهله المركب علما، يعني بناقش الناس بجهله، هي آفة كبيرة هي، فكيف نعالجها؟ بأن نعلم جهل هؤلاء الناس. قال العلماء نهي الشريعة عن الشيء يكون بأسلوبين اثنين. الأسلوب الأول النهي المباشر الذي تستعمل فيه كلمة لا. الأسلوب الثاني النهي الذي يتضمن أمرا، صيغة افعل، افعل الخير. نعم، من كان يؤمن بالله فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت،
شايف؟ هذا أمر، بس كل أمر شوفي بداخله نهي عن نقيضه، نهي عن نقيضه. نعم، واحد ما رضي أنه يصمت، أشغل لسانه لا بالخير وإنما بالشر، بالغيبة، بالبلبل إلى آخره، فقد ارتكب منهيا عنه. قال وين النهي عنه؟ قول النبي ليقل خيرا أو ليصمت، لكن هون النهي بشكل غير مباشر بها الطريقين. أما الترك فالترك المجرد الذي لم يدعمه نهي من المصطفى صلى الله عليه وسلم أو من كلام الله ليس دليلا قط. فمن قال هدول اللي عم يعملوا مجال الذكر بها الوقت بالذات بها الطريقة هي اللي هيك عم يعملوا فيها، هي النبي ما عملها يا أخي، ما عملها، إذن هي بدعة. وين الغلط؟ الغلط أنه جعل من تركه صلى الله عليه وسلم وحده دليل النهي، هذا غلط. قال ايه انه النبي عليه الصلاة والسلام ما احتفل بيوم ولادته بهذا الشكل، نعم انه يجتمع الناس ويقروا هيك اناشيد وما الى ذلك، ما عملوها الصحابة، ما عملوها. ماذا نقول؟ ترك المجرد الذي لم يدعمه دليل على النهي من قرآن أو سنة ليس دليلا، شكل من الأشكال. طيب يا أخي هدول اللي عم يمسكوا مسبحة عم يسبحوا الله، عم يطاطي بها المسبحة مشان حتى يحفظ عدد التسبيحات مثلا، النبي ما عمل استعمل المسبحة؟ لا والله ما استعمل المسبحة أكيد. قال إذن لك أي بدعة. وين الغلط؟ الغلط يكمن في أنه جعل من تركه صلى الله عليه وسلم السبحة دليل حرمة، ولم يقل أحد من العلماء أبدا أن مجرد الترك الذي لم يدعمه دليل على الحرمة من نص في القرآن أو نص في الحديث، مجرد الترك ليس دليلا على النهي. لكن ننظر إلى هذا الذي تركه رسول الله ونفعله، إذا كان وسيلة إلى خير فما دل على خير فهو خير، إذا كان وسيلة إلى شر فما كان وسيلة إلى شر فهو شر. هذا شيء من نقول مثلا شيء لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفعله نحن، لكن فعلنا له يوصلنا إلى محرم، صار محرم، ولأنه هو محرم، لأن ما أدى إلى محرم فهو محرم. فعل ثاني ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام لكنه يوصلنا إلى شيء إلى خير، إلى مسنون أو إلى واجب. منقول ما دل أو ما أوصلك إلى مسنون فهو مسنون، وما أوصلك إلى واجب فهو واجب، وما أوصلك إلى مباح فهو مباح. أم بالليل بده يفز يصلي تهجد، ما بيقدر يفز، نومه تقيل، جاب المنبه وحط. طيب النبي ما كان يحط منبه، ما كان في منبه. إذا نحن نفعل شيئا تركه رسول الله، نقول هذا ليس دليلا على النهي أبدا. لكن ننظر لهذا المنبه شو عم يعمل؟ عم يسبب لي قيام الليل، بيرن الوقت اللي بدي أفب فيه بوم فيه. إذا ما دل على مسنون فهو مسنون، صار ما دام أنا نومي تقيل يسن أني حط بقى المنبه. من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، شايفين كيف؟ نعم. وإذا كان ما بي فيه إلا لصلاة الفجر إلا بها المنبه، صارت أهمية المنبه أكثر بقى. واضح هذا الكلام؟ هذا الموضوع مهم جدا. مثلا الذين يقولون صلاة التراويح ما لازم تكون أكثر من 8 ركعات، وقد أصبحت اليوم هذه حجة الكسالى. في ناس ما بيعرفوا شو الدليل ولا كذا، بس يعرفوا في ناس عم يقولوا انه صلاة التراويح بس 8 ركعات، شيء انه يصير يصلي الامام 8 ركعات وما بصير غير نص الجامع فضي.
هو يعني بيعملها حجة لأنه كسلان ما بده يعني يطول أكثر من هيك. لكن بنيجي للي عم يروجوا هالكلام، لك يا أخي شو دليلكم على أنه زيادة عن 8 ركعات بدعة وكل بدعة ضلالة كمان؟ إذا أنه بدعة صار كل بدعة ضلالة، يعني صار حرام. قال لأنه النبي ما صلى أكثر من هيك، يعني حجتك الترك، حجتك على الحرمة تركه صلى الله عليه وسلم. قال نعم، روح اتعلم. ترك المصطفى صلى الله عليه وسلم وحده ليس دليلا على حرمة. من قال هذا؟ لا صحابي قالوا هذا، لا التابعين قالوا هذا، لا ابن تيمية قال هذا رحمه الله، لا حدا، ما حدا قال مجرد الترك دليل النهي. لو كان مجرد الترك دليل النهي، بالمية 90 من أعمالنا النبي ما عملها. 90 من أعمالنا شو صارت؟ إذن محرمة. هلا أنا هالقعدة اللي قاعدة هلا، قاعد على هالكرسي وبهذا المكان المرتفع، قاعد النبي عليه الصلاة والسلام أبدا. نعم، إذن حرام أقعد هالقعدة. نعم، لما أمبارا بها الكتاب وبها الشكل، ما كان في كتب ولا كانت الأحاديث مجمعة بهذا الشكل، كمان النبي ترك هذا كله. لذلك نقول الإمام النووي كم هو دقيق، وضعنا أمام صيغتين للنهي مأخوذتين من كتاب الله عز وجل. الصيغة الثانية، الصيغة الأولى للنهي أن ينهى، لا، الصيغة الثانية للنهي مخالفة أمره. دل على ذلك قوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره، يعني يقول الإمام النووي مخالفتك لأمر الله ارتكاب للنهي، ارتكاب لما قد نهاك الله سبحانه وتعالى عنه. واضح هذا الكلام؟ اتضح. طيب، الحديث الذي ذكره لنا المصطفى صلى الله عليه وسلم لم يذكر غيره في الباب، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يغار. كلمة يغار مأخوذة من الغيرة، والغيرة معروفة كلنا يعرفها، حالة نفسية تهتاج بصاحبها. واضح كيف؟ استنكارا لشيء، استنكارا لشيء ودفاعا عن النفس من خلال ذلك. معنى الدقيق للغيرة انه انا اشوف ظاهرة عم يفعلها زيد من الناس، هالظاهرة اللي شفته عم يفعلها عم تمسني، عم تمسني، يعني عم تجي تنتقص من قيمتي، عم تنتقص من قيمتي بظني، بوب انا بهتاج وبزعل وبثور، هي اسمها غيرة، غيرة هي. نعم، وبين الغيرة وبين الحسد الفارق صغير جدا جدا. نعم، هذه الغيرة معاذ الله لا يجوز لنا أن ننسبها إلى الله سبحانه وتعالى. هنا نسبة الغيرة إلى الله ليست بهذا المعنى، استعمل سيدنا رسول الله المجاز، استعمل المجاز، لذلك رأسا فسر. وكنت تصور الغيرة أنه ربي عز وجل بيتأذى من شيء يفعله العبد لأنه يمسه بضرر، معاذ الله. رأسا شو قال؟ غيرة الله أن يأتي المرء ما حرم الله عليه. إذا سخط الله عز وجل من ارتكابك لمحرم عبر مجازا عن هذا السخط بإيش؟ بالغيرة، لكنه ليس الغيرة التي تعرفونها. نعم، إنما أريد بالغيرة السخط. الباري عز وجل لو ارتكب الناس كلهم كل أنواع المعاصي هل يضره ذلك شيئا؟ أبدا لا يضر ذلك شيئا. كان المنشدون القدامى أيام كان الإنشاد إرشادا شو بيقولوا؟ نعم، ماذا يضرك عاصيا أو يفيدك وهو طائع؟ نعم، ماذا يضرك عاصيا؟ ماذا يضرك العبد إذا عصاك؟ أو يفيدك، ماذا يفيدك وهو طائع؟ شو قبل منه؟
يا ربي عبدك أو ترابك في جميل العفو طامع، يا ربي عبدك أو ترابك بل ترابك، يا ربي عبدك بل ترابك في جميل العفو طائع، ماذا يضرك عاصيا أو يفيدك وهو طائع؟ هذه حقيقة عقيدة ينبغي أن نعلمها. لكن الله سبحانه وتعالى يسخط لما يضرك ويرضى بما ينفعك، فما من معصية نهاك الله عنها إلا وتضرك إن ارتكبت. الفواحش تضرك، الكذب يضرك، فالباري عز وجل إنما يسخط غيرة عليك لا غيرة منك، يعني والعياذ بالله لا يشبه الله بأحد، لكن الأب يغار على ابنه عندما يجد ابنه قد نعم غامر وارتكب ما يؤذيه، كي رأسا بهوج وكذا وبيسخط، بس ما بيسخط لنفسه لابنه. جل ربنا أن يشبه بأحد، ولكن الله حب من شدة حبه لعباده أحب لهم ما قد شرع وحذرهم من نقيض ما قد شرع، كما قلنا الآن بالأمر والنهي. نعم، فمن ارتكب المحظور سخط الله عليه لأنه لم يعني يثق بنصح الله عز وجل له، لم يثق بمحبة الله عز وجل له إذ أمر بهذا ونهاه عن هذا. هذا معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يأتي المرء ما حرم الله تعالى. باختصار معنى هذا الباب الذي أوجزه لنا الإمام النووي، أن علينا أن نبتعد عما نهى الله عز وجل عنه، إن بصريح النهي أو عن طريق الأمر. إذا أمر ننفذ أوامره ونبتعد عن نقائضها، وإذا نهى نبتعد عما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، ونحن نعلم أننا بهذا لا ننفع مولانا وخالقنا وإنما ننفع أنفسنا. ثم نقلنا الإمام النووي إلى الباب الآخر وهو مرتبط به، باب ما يقوله ويفعله من ارتكب منهيا عنه. طيب الإنسان غير معصوم، ما في واحد منا معصوم، ارتكب منهيا عنه شيئا ما، ماذا يصنع؟ افتتح الباب كعادته بالآيات، يقول الله تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، وقال تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، وقال تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين، وقال تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ثم أعقب الإمام النووي هذه الآيات بحديث واحد مثل الباب اللي قبله، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف فقال في حلفه بيمينه باللات والعزى، بدل ما يحلف بالله حلف بالأصنام، حلف باللات والعزى اسم صنمين هدول، فليقل لا إله إلا الله، لأنه لما حلف بالأصنام شو صار؟ كفر. إذن ليرجع وليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق، قال له تعال حتى نلعب سوا بالإقمار، الإقمار محرم من الكبائر، طيب
وبعدين صحي على حاله، شو كفارتها؟ أن يتصدق. إذن هذا الباب الثاني علاج لمن وقع في مغبة الباب الأول. المعاصي أيها الإخوة التي نهى الله عز وجل عنها قسمين: معاص نهانا الله عز وجل عنها لأن فيها هدرا لحقوق العباد، ومعاص أخرى نهانا الله عز وجل عنها لأن فيها هدرا لحقوق الله سبحانه وتعالى، مع العلم بأن النوعين مآل الحكمة في نهي الله عنهما مصالح العباد، لكنها مع ذلك تنقسم إلى أمور واضح جدا 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 أن فيها هدرا لحقوق الناس، مثل سرقة، مثل قذف، مثل غيبة، وفي معاصي لا تستبين فيها حقوق الناس وإنما تستبين فيها حقوق رب العالمين. أمره الله بالصلاة ما صلى، أمره الله بالصوم ما صام، نعم، أمره الله سبحانه وتعالى بالذكر بكذا ما فعل، هذه تتغلب فيها حقوق الله عز وجل وإن كان حق العبد داخل فيها. فإذا كانت المعصية التي ارتكبها الإنسان فيها هدر لحقوق العباد، فالذي يفعله هذا الإنسان العاصي أمران اثنان: أولا التوبة إلى الله والعزم على أن لا يعود، ثانيا أن يعيد هذا الحق إلى صاحبه. إن كان حق مادي مال وسرقه برجع المال، وإن كان حق معنوي سب شتم اغتاب يستسمحه. فإن اكتفى بالتوبة والإنابة إلى الله ولم يعيد الحق إلى صاحبه، توبته غير مقبولة، معلقة إلى يوم القيامة. إذا صاحب الحق عفى عنه توبته قبلت، إذا صاحب الحق ما عفى عنه أبدا، تؤخذ من حسناته إلى حسنات ذلك الإنسان، هنيك عملة ما في. نعم، واضح كيف؟ ولذلك قال العلماء: حقوق العباد مبنية على المشاحة، يعني الشدة، مو سهل الواحد يلا يقول يا رب تبت خلاص. وحقوق العباد مبنية على المسامحة، حق من حقوق الله أهدرها، يا ربي تبت والله ما كنت عرفان وكذا. يقول الباري: الإسلام يجب ما قبله. نعم، التائب من الذنب كمن لا ذنب له. نعم، فأنا يهمني أن أقف عند النوع الأول. كم من عاص معصيته إنما كانت هدرا لحق من حقوق العباد، وهو يظن أنه إذا تاب إلى الله راعى الحج خلاص ما عاد في إشكال. لا، أبدا أبدا، بشكل من الإشكال، حتى ولو كان حق معنوي. الحق المعنوي إلده مثل إيش؟ مثل إيش؟ مثل الغيبة، مثل الغيبة، مثل يعني السب الشتم، والغيبة من الكبائر. ولا يغتب بعضكم بعضا، أي يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وأنا أحب أن أقول لكم شيئا، أسأل الله عز وجل ألا يجعل سبب ذلك يعني اعتدادا بنفسي، لكنها عبرة خذوها درسا، وأنا جعلت منها درسا لنفسي. هذا سبب من أسبابي اللي خلاني ألجم لساني جهد الاستطاعة عن الغيبة. قبل سنوات كنت في الطريق وإذا بشاب يمشي إلى جانبي وكأنه يريد أن يقول شيئا ولكنه يعني محرج أو غير ذلك، ثم إنه سلم علي ورددت عليه السلام. قال لي: أنا آت من مكان بعيد من الجزيرة أو من أي مكان، جئت إليك لكي تسامحني. قلت له: سامحك الله، لكن يعني أنا لا أعرفك، ما الذي يعني صنعته بي حتى تقول هذا الكلام؟ قال: على كل أريد أن تقول. قلت له: سامحك الله. قال: كنت أغتابك
وأقول عنك كيت وكيت وكيت وكيت. وفي ليلة من الليالي في النوم رأيتني أمشي في طريق، وإذا بي أراك واقفا أمامي في الطريق الذي أمشي فيه، وإلى جانبك شخص معه عصا غليظة. لما وصلت إليكما أشرت لهذا الرجل إلي وقلت له هذا هو، فأمسك هذا الإنسان بيدي وأخذ يضربني بعصاه الغليظة ضربا مبرحا. كنت أستيقظ من الرقاد وأنا أشعر بآلام الضرب، على ثم أعود أغفو لأشعر مرة أخرى بآلام الضرب إلى الصباح. ولما أصبح الصباح عزمت أن يعني أتجه بأسرع وقت إليك، فأرجو أن تسامحني. أنا والله أيها الإخوة اتخذت من هذا درسا لي أنا، وقلت له أنا أهنئك بحب الله لك، لأن كثيرين هم الذين يحركون ألسنتهم في الغيبة ولا يرون هذه الرؤية التي رأيتها، يعني الباري بيتركهم يلا نعم لعذاب يوم القيامة، لكن الله أحبك وأنا أرجو أن تدعو الله لي، أنت يمكن أحسن مني، لأن الله عز وجل نعم نبهك قبل أن ترحل من هذه الدنيا أن تصفي الحساب. وأنت لو قلت لي وما قلت لي سامحك الله في الدنيا والآخرة، بس أنا أريد أنه تتبين مدى خطورة الغيبة في معاصي نشعر نحن بخطورتها، معاصي لا نشعر بخطورتها. قالوا الغيبة فاكهة المجالس، عند كثير من الناس ما بينبسطوا إلا أنه يجي يحطوا لهم شيء واحد ويلا ويحكوا عنه. طيب سواء كنت تقول بحق واحد منك أخي والله ما كذبنا والله هو هيك الرجل، النبي عليه الصلاة والسلام قال إن كنت كذبا فقد بهته، وإن كنت صادقا فقد اغتبته. إذا كنت كاذب غيبة وبهتان، وإذا كنت صادق غيبة رول عنده احكي له هذا الكلام. نعم، فينبغي أن نعلم أن التوبة عن المعاصي التي فيها إهدار لحقوق العباد لا تكون بمجرد أن يقبل إلى الله ويقول يا ربي أنا خلاص تبت إليك. ربي شو بهالحالة التوبة شو بيصير فيها؟ بتتعلق معلقة، لا مرفوضة ولا مقبولة، لا إمتى؟ ليوم القيامة، حتى يؤتى بهذين الخصمين. نعم، يقول المغتاب ساعتها بيعرف المغتاب تنكشف الأمور، وساعتها بده من الهوى بزايد حسنه وبزايد مين يحمل عنه سيئاته. يا ربي دخيلك بهذاك اليوم، ما في يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ يوم منهم يومئذ شأن يغني. نعم، فإذا شاف واحد بزمانه اغتابه بيعلقه، تعال خذ عني شوية سيئات أو أعطيني شوية من حسناتك، العملة هنيك هذه هي. فيقفان بين يدي الله. إذا سامحه هذا الإنسان المغتاب انتهى الإشكال، وإذا ما سامحه أخذ من حسناته لذلك الإنسان المغتاب، وإذا ما في له حسنات تؤخذ من سيئات المغتاب وتضع عليه. إذا ربي عز وجل حب أنه يلهم المغتاب أنه يصفى عنه هذا شيء تاني يكون هذا، لكن ممتى؟ شو بيعرفنا؟ شو بيعرفنا؟ ورد في الصحيح أن العبد يقف بين يدي ربي يقول هذا يا ربي ظلمني اغتابني قمل وكذا، نعم، فأنصفني منه. فالباري عز وجل يقول نعم أنت اغتبته وكذا، يقول يا ربي لم يبق لي من حسناته شو بدي أعطيه؟ بيقول إذن تحمل من سيئاته. في الباري عز وجل يري هذا الإنسان المظلوم مكانا في جنة الله ورضوانه، ينظر إليه فيتعشق هذا المكان ويأخذ هذا المكان لبه، شيء رائع جدا جدا، ورب العالمين بيخليه يتعلق بهذا المكان.
بيقول له الباري: أتعلم هذا المكان لمن؟ يقول: يا ربي لمن؟ يقول: لمن يعطيه حقه. يقول: وما حقه؟ قال: الذي يعفو عن أخيه. يقول: يا ربي فقد عفوت عن أخي. فيقول: خذ بيد أخيك وادخل الجنة. بس هي لمين؟ ملائما كان، وقت ربي عز وجل شدة العقاب. لذلك لا قبل ما نصل لذلك اليوم الذي عفى الله عز وجل وأراد أن يتوب إليه، شوف شو معصيته، إذا فيها أدر لحقوق العباد يروح يرجع لهم حقهم. قال لي: والله أنا بزماني ارتشيت وما عاد أعرف من هو اللي أنا أخذت منه وما عاد أعرف شيء. نعم، لم يمدي أعطي. حاول جاهدا أن تعلم، مات تعطي لورثته. قال: والله لا بعرفه إلا ولا بعرف ورثته، ما عاد ضاعت الطاسي، ما عاد أعرف. إذن تصدق بهذا المبلغ على الفقراء، هذا المبلغ قد ما كان يكون تصدق به على الفقراء، واجعل ذلك ثواب ذلك لمن؟ لذلك الرجل. يعني كأنك تتصدق عنه مو عن نفسك. نعم، وإن كانت المسألة يعني حق معنوي فالحق المعنوي الاستسماح. قال: إما الله ما عاد عرفه، غبت اخترت فلان من الناس وهو يسافر لأقصى الدنيا وأنا بعيد عنه، وين بدي أشوفه؟ عندها شيء يقول: أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق علي ولجميع المؤمنين والمؤمنات، لعل الله يغفر ذنبك. نعم. أما المعاصي الأخرى فما ذكره لنا الإمام النووي نقلا عن كتاب الله عز وجل، وسنشرح ذلك في درس قادم، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاهي، وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. اللهم عصم قلوبنا من النفاق، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم عصم قلوبنا من النفاق، وعصم ألسنتنا من الكذب، وعصم أعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم طهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك، وأدم علينا عين عنايتك، واسترنا بسترك الجميل في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. عافنا اللهم في أبداننا، وعافنا اللهم في أزواجنا، وعافنا اللهم في ذرياتنا، واعف عنا يا رب العالمين. يا رب إن عافيتك أوسع لنا فعافنا، يا رب لا تبتلنا، يا ربي إنك نشأتنا في ظلال الرخاء فأدم علينا الرخاء، أدم علينا نعمة الرخاء. يا ربي إنك غمرتنا بالنعم والآلاء التي لا تحصى فلا تسلبنا شيئا من نعمك يا رب العالمين. متعنا يا ربي بعافيتنا ما أحييتنا، متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. يا رب اجعل هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية، مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد هذه البلدة بأي سوء فاقصمه وخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم من أراد شامنا هذه بأي سوء فاقصمه وخذه أخذ عزيز مقتدر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أراد شامنا هذه دينا أو دنيا بأي سوء فاقصمه وخذه أخذ عزيز مقتدر، عاجلا غير آجل، يا قيوم السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أهلك الطغاة الذين أعلنوا الحرب على إسلامك وقرآنك، أهلكهم بددا. اللهم لا تبقي منهم أحدا، اللهم اشف بذلك صدور قوم مؤمنين. اللهم إنا لا نملك عملا صالحا نتقرب به إليك، قصرنا وارتكبنا
كثيرا من الذنوب والآثام واعترفنا بتقصيرنا، ولكننا مؤمنون بك معترفون بذل عبوديتنا لك، فنحن نتقرب إليك بإيماننا بوحدانيتك، ونتقرب إليك بذل عبوديتنا لك وبعظيم افتقارنا إليك أن تستجيب دعانا. اجعل ذلك شفيعا لنا يا رب العالمين، اجعل إيماننا بك وذل عبوديتنا لك شفيعا لنا بين يدي دعائنا ورجائنا. يا أرحم من سئل ويا أكرم من أعطى، لا تردن الساعة عن بابك خائبين يا رب العالمين. نحن ضيوفك يا أكرم الأكرمين، وأنت الرب الذي أمر عباده بإكرام الضيوف، فأكرم ضيوفك باستجابة دعائهم وتحقيق رجائهم يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. أسألك يا رب إذا حانت رحلتنا عن هذه الحياة الدنيا أن تكره إلينا الدنيا بكل ما فيها، وأن تملأ أفئدتنا بحبك، وأن تملأها شوقا إلى لقياك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اختم اللهم حياتنا بأحب الأعمال إليك يا رب، اختم حياتنا بأحب الأعمال إليك يا رب، اختم حياتنا بأحب الأعمال إليك حتى نلقاك وأنت راض عنا. واجعل آخر كلامنا في هذه الدنيا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، والحمد لله رب العالمين. العالمين.